خلينا نرجع تاني لصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره والزميله العزيزه منى المنيسي ولقاء مع صانع العاب الفريق سهيله وفي. اتفضلي يا منى. كابتن هيثم من جديد برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي، وزي ما حضرتك قلت دلوقتي معانا واحده من نجوم الفريق سهيله وفي. سهيله الحمد لله على السلامه الاول، انت راجعه من اصابه ماتش اكثر من رائع، تحبي تقولي ايه بعد ماتش النهارده؟ اولا الله يسلمك، شكرا قوي، وحابه ارحب كابتن هيثم السعيد لهاي وحابه اقول ان الماتش النهارده كان، ما اقدرش اقول ان هو كان صعب قوي ولا كان سهل قوي، كان افتتاحيه يعتبر بالنسبه لنا، او يعني ده اول ماتش ان احنا نفتتحه مع فرق كينيا وكاميرون والناس دي. لعبنا الحمد لله كويس وصلحنا اخطاء جوه الماتش يعني الحمد لله. انت طمنيني عليكي، انت عامله ايه بعد الاصابه؟ ما شاء الله انت زي الفل في الملعب، ما فيش اي حاجه خالص. الشوط الثالث تحديدا كنت متالقه جدا فيه، طمنيني عليكي. شكرا. انا اصابتي الحمد لله يعني انا احسن كتير قوي من الاول، برجع واحده واحده، يعني تقريبا 90-95% انا الدنيا الحمد لله بالنسبه لي كويسه، فبس ان شاء الله يعني خير بقى في الفتره الجايه. خليني اسالك زي ما سالت كابتن ابراهيم من قبلك، شايفه اصعب حاجه في البطوله السنه دي؟ شايفه اصعب حاجه البطوله الايماجينيشن بتاعنا، يعني ان احنا متوقعين احنا داخلين نلعب كينيا، داخلين نلعب كاميرون، بس يعني هنلعب زي ما بنلعب وان شاء الله نكسب وناخد البطوله. يعني شايفه البطوله وسط النهارده كان في جمهور موجود، ده بيفرق معاكم بشكل قد ايه وجود حتى لو مش سيمي فاينل حتى لو مش فاينل، ده بيفرق معاكم قد ايه؟ طبعا ادانا روح كبير، يعني جماهير النادي الاهلي بمجرد ما بتدخل الصاله تقريبا احنا بنبذل، لو بنبذل 100% بنبذل 200% اكتر، فلا روحهم جميله وبتدينا طاقه ويعني بوش كده في الملعب. كلميني طيب عن كابتن ابراهيم، انتوا من ساعه ما هو بقى معاكم وانا حاسه ان انتوا يعني خدتوا على بعض بسرعه جدا، وهو عارف يحتويكوا ويطلع احسن ما فيكوا كالعاده، كلميني اكتر عن وجوده معاكم في الملعب. كابتن ابراهيم على طول عنده خطط، على طول عنده اوبشنز، على طول شايل حاجه لحاجه تانية، ما بيبقاش عنده يعني ناس معينه بس هي اللي معتمد عليها او كده، وهو على طول بيمرن على كل ده، كلنا بنتمرن تمرين واحد وكده، وعلى طول يعني بيشغل الناس كلها، فان شاء الله خير يعني. بشكرك جدا والحمد لله على سلامتك. شكرا الله يسلمك. كابتن هيثم ده كان لقائنا مع سهيله وفي بعد عودتها اكيد من الاصابه، واكيد طمنتنا على نفسها وعلى ماتش النهارده والماتشات اللي جايه باذن الله. انا معاك لو في اي استفسار تاني، العوده اليك مره في الاستوديو.